مرحبا، اليوم بدنا نبدأ بالموديول نمبر 10 واللي هو الموديول الأخير بسمستر 1. فعليا الموديول 10 بيحكي عن مجموعة من النقاط، من ضمن هاي النقاط شيء اسمه البيسك كالكوليشنز. طبعا هاي الكالكوليشنز معناتها حسابات، والحسابات هاي متعلقة بالاي بيز. وتاني موضوع عنا رح يكون شيء اسمه الفي ال اس ام، وثالث موضوع رح نحكي عن شيء اسمه السبنتينج، والرابع والاخير رح يكون شيء اسمه السيدر. خلونا نبدأ باول هالمواضيع واللي هو البيسك كالكوليشنز. قبل ما نبدأ بالبيسك كالكو رح نحكي عن مجموعة من المصطلحات، من ضمن هاي المصطلحات شيء اسمه نتورك اي دي. فعليا النتورك اي دي هو عبارة عن اي بي ادرس في ميزة معينة. من ضمن هذه الميزة اللي لازم نعرفها انه all host bits must be zeros، كل قسم الهوست لازم يكون zeros. خلينا نشوف كيف. مثال، لو شفنا هذا الـ IP address، طبعا هذا الـ IP address نحن اتفقنا انه class C والسبنت ماسك تبعه واتفقنا انه هذا هو قسم النتورك وهذا هو قسم الهوستس. فعليا مثل ما انكم شايفين قسم الهوستس هو عبارة عن صفار، وهذا هو النتورك اي دي. تاني مصطلح لازم نكون بنعرفه اللي هو البرود كاست اي دي. البرودكاست اي دي كمان بنص على شغلة مهمة كتير، انه all host bits must be ones. كيف all host bits must be ones؟ فعليا لو شفنا هيك مثال، هذا اي بي ادرس مثل اللي فوقه، ومثل ما لكم شايفين اتفقنا هذا هو النتورك اي دي. لو اخذنا طيب هذا الرقم، خلونا نكتب السبنت ماسك كونه كلاس سي، السبنت ماسك تبعه كالتالي، يعني قسم الهوست هو هذا، هون النتورك وهون الهوستس. خلونا نترجم هذا القسم من الاي بي ادرس. هذا القسم بس نترجمه راح يطلع معنا 8 وحدات. طيب 8 وحدات معناتها all ones، معناتها بنقدر نقول انه هذا الاي بي ادرس هو عبارة عن broadcast ID. طيب خلونا هلا نشوف كيف ممكن تجينا الاسئلة بالامتحان. بالامتحان فعليا بيجيب لك السؤال كالتالي، بيقول لك فرضا هذا اي بي ادرس وبيطلب منك المطالب التالية. واحد، بيقول لك which class is the IP address، بيسألك شو بأنه class هذا الـ IP address موجود. تاني سؤال رح يسألك عن الـ subnet mask. ثالث سؤال رح يسألك عن الـ network ID. رابع سؤال رح يسألك عن الـ first host IP address. رابع سؤال او خامس سؤال رح يسألك عن الـ last host IP address. والسؤال السادس رح يكون what is the broadcast ID. طبعا لتقدروا تحلوا هذا السؤال، طبعا فعليا ما حيجيك سؤال عبارة عن 6 نقاط، رح يسألك عن واحدة من هالمطالب، هو كون السؤال عنا multiple choice مثل ما حكينا. خلونا نبدأ بالخطوة الأولى، بدنا نحدد أنو كلاس هذا الـ IP address بينضم. مثل ما لكم شايفين هون الـ IP address بيبدأ بأول أوكتت برقم 192، واتفقنا 192 هي كلاس C. بتكون انت هيك جاوبت اول سؤال. تاني سؤال بيسألك شو هو السبنت ماسك تبع هذا الاي بي ادرس. من الجداول اللي رسمناها بالموديول الماضي كلاس سي كان السبنت ماسك تبعه كالتالي،
255.255.255.0. طيب ثالث سؤال رح يسألك شو هو النتورك اي دي. مثل ما قبل شوي شرحت لكم النتورك اي دي هو عبارة لما يكون كل قسم الهوستس اصفار. خلونا نشوف كيف. نفرض ان هذا الاي بي ادرس اللي هنا معطونا اياه وعندنا هذا السبنت ماسك واتفقنا هون بنحط الحاجز واتفقنا انه هذا هو قسم النتورك وهذا هو قسم الهوستس. اول ما انت تحدد قسم الهوستس شو بتساوي؟ قسم الهوستس مثل ما اتفقنا هذا الاي بي ادرس وهذا السبنت ماسك. بتروح بتمسك قسم الهوستس بالاي بي ادرس بتشطب الرقم الموجود فيه وبتحط بداله صفر. طيب نتورك اي دي نحن اتفقنا انه كل قسم الهوست ادرس او كل قسم الهوستس بيكون عبارة عن صفار. خلونا نشوف كيف. بصير عنا الاي بي ادرس 192.168.0. هذا هو قسم النتورك. بعدين 8 صفار بس نجي نترجمها رح يطلع معنا الرقم التالي واللي هو صفر. يعني الجواب رح يطلع عنا 192.168.0.0. طبعا بتكون تخلوا ببالكم شغلة صغيرة انه انا لما قلت لكم اشطبوا هذا الرقم وحطوا الصفر بداله كأنكم تقيموا هذا الاي بي ادرس كله وبتروحوا بتحطوا بداله هذا الاي بي ادرس. حنخلي كل حساباتنا على هذا الاي بي ادرس اللي طلع معنا. طيب خلونا نشوف جواب السؤال الرابع شو هو. بيقول لك شو هو الفيرست هوست اي بي ادرس. فعليا الفيرست هوست اي بي ادرس رح اعلمكم طريقه سهله لتحفظوا هالاربع مطاليب كيف بينحلوا. لاحظوا معي اكتبوا اكس واي على زاويه الصفحه ماشي الحال. بعدين اكتبوا 2 بت كومبينيشنز بالباينري منهم يعني 0101 0011. بعدين شو تساوي؟ جنب القسم الاول اكتب نتورك اي دي، جنب القسم الثاني اكتب فيرست، جنب الثالث اكتب لاست، وجنب الرابع اكتب برودكاست اي دي. كيف استخدامنا حيكون لهذا الجدول؟ خليني اورجيكم كيف. بده الفيرست هوست اي بي ادرس. نحن اتفقنا ما بنعدل اي شيء على قسم النتورك، يعني بنرجع بنكتب قسم النتورك 192.168.0 اللي طلع معنا هون، بنرجع بنعمل له كوبي بيست لنحل اي واحد من هالاربع مطاليب. بعدين بضل عندنا الاوكتت الاخير اللي هو قسم الهوستس. النتورك اي دي لاحظوا حطيناه كله صفار مثل ما انتم شايفين، هي صفرين. شو اللي بتساووا انتم؟ بتطلع بده النتورك اي دي، بتروح بتمسك الصفرين بتكتبهم على جنب، تمسك هذا الرقم شو ما يكون بتروح بتحط اشباهه. يعني لو هذا الرقم كان صفر بتحط اصفار هون، لو كان واحد بتحط واحدات. بهالحالة عنا صفر بنروح بنحط اصفار. لما نشوف كل الرقم اصفار بنقول all zeros، بنروح بنحط zeros هون. طيب خلونا نشوف الحالة الثانية، واحد صفر، نمسك هذا الرقم مثل ما اتفقنا وبنحط هيك. طيب خلونا نشوف كيف الحال راح يكون معنا. بدنا نحط صفار واخر بت على اليمين بده يكون واحد، يعني راح نحط معنا 7 صفار واخر بت واحد. خلونا نحسبه هذا، بنحول من باينري لديسيمال بيطلع معنا الرقم واحد. طيب معناته طلع معنا الاي بي ادرس بالشكل التالي 192.168.0 بدون اي تغيير، بعدين 0.1 نكون حلينا المطلوب الرابع. طيب خلونا نحل المطلوب الخامس. المطلوب الخامس طالب منك شيء اسمه last host IP. خلونا نمشي بالخطوات المعتادة. اول شيء نكتب قسم النتورك واللي هو 192.168.0 ونوقف. نشوف last host بجدول اللي رسمناه لشو بيرمز؟ لواحد صفر. نمسك هذا الرقم كونه واحد منحط اخوانه قبله، يعني بدنا يكون كله وحدات واخر بت صفر. كوننا نحن عنا عم نحكي عن اوكتت واحد اللي هو 8 بت، معناتها عنا 7 وحدات بعدين صفر.
نحول هذا الرقم ل باينري، من باينري لديسيمال بيطلع معنا الرقم 254. خلونا نكتب الجواب، بيطلع معنا 192.168.0.254. مثل ما لكم شايفين هون الجدول هذا سهل علينا كتير شغلات. خلونا نشوف الطلب الأخير واللي هو البرودكاست اي دي. لنقدر نحله نساوي الخطوات المعتادة، نكتب قسم النتورك ومنوقف. بعدين منشوف البرودكاست اي دي بالجدول بيرمز لنا لواحدتين. خلينا نشوف واحدتين شو حنساوي فيها. نمسك هذا البت، هذا البت عبارة عن واحد، منروح منحط اخوانه قبله، وكونه نحن عم نستعمل 1 اوكتت هون معناته في عنا 8 بتس، نروح منحط 8 وحدات، بس نجي نترجمها من باينري لديسيمال رح يطلع معنا 255. هيك رح يطلع معنا الجواب 192.168.0.255. بهي الطريقة بنكون جاوبنا السؤال الأول اللي أخذناه اليوم. خليني أعطيكم مثال تاني وتشوفوا كيف رح حله. المثال التاني رح نعمله بالشكل التالي. لو فرضنا بالامتحان عطاك الـ IP address 10.223.220.15، وقال لك طلعني من هذا الـ IP address الكلاس تبعه، وبعدين طلع لي الـ subnet mask، بعدين طلع لي الـ network ID، بعدين طلع لي first host الـ last host والبرودكاست اي دي. طيب خلينا نحسبهم واحدة واحدة. الكلاس مثل ما لكم شايفين هون بيبدأ بعشرة الاي بي ادرس، نقدر منقول من هالحكي انه كلاس اي. طيب كلاس اي اتفقنا السبنت ماسك تبعه 255.0.0.0. الخطوة الثالثة هلا بدنا نحسب النتورك اي. لنحسب النتورك اي دي خلونا نعرف شو هو قسم الهوستس بهذا الاي بي ادرس قسم النتورك. نكتب الـ IP address 220.15، بعدين نكتب تحته الـ subnet mask. مثل ما لكم شايفين هون هذا هو قسم الـ network وهذا هو قسم الـ hosts. وحكيت لكم أنا لما طلع template بقسم بالـ IP منروح منشطب كل قسم الـ hosts ومنحط بداله صفار. يعني طلع معنا الـ IP address 10.0.0.0، منروح منشطب الـ IP address اللي عطونا اياه بالسؤال ومنكتب 10.0.0.0 وحنحل على هذا الأساس. طيب خلونا نرسم الجدول هلا. حكيت لكم X Y 0 0 0 1 1 0 1 1، واتفقنا أول قسم فيه هو الـ Network ID، الثاني رح يكون الـ First Host، الثالث راح يكون اللاست، والرابع راح يكون البرودكاست اي دي. خلونا بدايه بالنتورك اي دي. طبعا ركزوا معي، هذا هو قسم النتورك. شو بنساوي لنكتب النتورك اي دي؟ اول شيء بنساوي بنروح بنكتب 10 وبنوقف، كانه كتبنا قسم النتورك. وهلا حنبدا بالهوستس. الهوستس مثل ما لكم شايفين هون النتورك اي دي لازم يكون 0، بنمسك هذا البت وبنحط اخوانه بعده، يعني لازم يكونوا كلياتهم اصفار. يعني رح يطلع معنا الجواب 8 اصفار تانيات، بعدين بوينت كمان 8 اصفار، كونه عنا قسم الهوستس هو عبارة عن 3 اوكتتس. طيب خلونا نحول هدول من باينري لديسيمال. رح يطلع معنا الـ IP address 10.0.0.0. منكون هيك جاوبنا الجواب الأول من السؤال. خلونا نشوف المطلوب الثاني واللي هو الـ First Host. الـ First Host اتفقنا 0 1 بالتات تبعه، اتفقنا بنمسك هذا البت ومنحط إخوانه قبله، يعني رح يكون إصفار وآخر بت على اليمين رح يكون 1. خلونا نحل. نكتب أول شيء 10 واللي هو قسم النتورك، بعدين منروح شو نساوي؟ نكتب 0 8 0، بعدين كمان 8 0، بعدين 8 0،
عفوا 7 اصفار وواحد بالنهاية. خلونا نترجمها ونشوف كيف رح يطلع معنا الجواب. حيطلع معنا الجواب 10.0.0.1، يعني الفيرست هوست رح يطلع الاي بي ادرس تبعه 10.0.0.1. خلونا نشوف هلا اللاست هوست. اللاست هوست حكينا بنحط 1.0، بناخذ هذا البت وبنحط اخوانه وراه وحدات، يعني لما نجي نحسبه رح نكتب 10 ونوقف ونحط شو؟ وحدات، واخر بت على اليمين رح نحطه 0. خلونا نحط الوحدات، 8 وحدات بوينت، 8 وحدات اخرى بوينت، 7 وحدات بعدين 0. خلونا نترجم هالوحدات من باينري لديسيمال، حيطلع معنا الجواب 10.255.255.254. يعني راح يطلع معنا الجواب تبع last host اللي هو 10.255.255.254. يعني أول جهاز عنا على هاي الشبكة راح ينحط الـ IP address تبعه 10.0.0.1، وبعدين راح يمشوا 2-3-4 إلى آخره لحد ما يوصلوا لهذا الرقم. طيب بس يتعدى هون يوصل ل254، راح نبلش نعد هون 1 مثل ما لكم شايفين، يعني عنا عدد خيالي من الهوس ممكن يسا بهاي النتورك. خلونا نحسب المطلوب الأخير واللي هو البرودكاست اي دي. نكتب أول شيء قسم النتورك ومنوقف. اتفقنا البرودكاست اي دي هو عبارة عن 2 ones مثل ما لكم شايفين هون، ومنمسك هاي الون حكينا ومنحط إخوانا قبله، يعني عنا all ones. نروح منحط 8 ones هون، كمان 8 ones هون، كمان 8 ones هون. بس انتبهوا الرسمة اللي هون هي ما لها دخل باللي تحت. خلونا نترجمها ونشوف شو حيطلع معنا الجواب. الجواب رح يطلع معنا 10.255.255.255. منكون هيك طلعنا آخر مطلوب واللي هو البرودكاست اي دي. طيب كل شيء هلا حكيناه لو لاحظتوا كان ضمن الكلاسز اللي نحن بنعرفهم، او الكلاسز اللي طلعتهم شركة الاينا. خلينا هلا نشوف في شيء تاني طلعته الاينا وسمته كلاسلس، يعني غير نظام الكلاسز. طبعا الكلاسز اللي استخدمناهم الاي بي ادريسز او الانظمة اللي استخدمناها هي بتتسمى كلاسفول، يعني ضمن الكلاسز. الكلاسلس رح نحكي هلا عنها ليش عملتها الاينا. فعليا الاينا بعد ما عملت الكلاسفول او الاي بي ادريسز اللي ضمن الكلاسز، بداوا الاي بي ادريسز يخلصوا، طلعت شيء اسمه الكلاسلس. طبعا الكلاسلس هو نظام اي بي ادريسنج اكيد، بس مختلف نوعا ما عن اللي درسناه. كيف؟ نحن اتفقنا في عنا كلاس A وكلاس B وكلاس C، واتفقنا كلاس A سبنت ماسك تبعه بالشكل التالي وإلى آخره. فعليا الكلاسلس ما بتعتمد على أي شيء من هذا الحكي. الكلاسلس تمشي على نظام جديد مثل ما هتشوفوا هلا. بالكلاسلس السبنت ماسك صار فينا نلاقي سبنت ماسك موجود عنا بالشكل التالي. كيف؟ نلاقي سبنت ماسك شكله هيك 240.0. ملاحظين هون 240 هي ما كنا نشوفها بالكلاسفول، هلا بالكلاسلس رح نشوفها. فعليا فكرة انه يساوي السبنت ماسك هيك للسبب التالي. ليش؟ نحن كنا ناخد قسم النتورك يا ضمن ال، لو فرضنا هذا اي بي ادرس، يا ضمن الاوكتت الاول، يا ناخذ الاوكتت الثاني، يا ناخذ الاوكتت الثالث. يعني هذا هو الكلاسز. طب خلونا نشوف هلا شو صار يساوي. لو فرضنا هذا هو الاي بي ادرس، صاروا ياخذوا من نص الاوكتت قسم للنتورك وقسم للهوستس. طبعا هذا السبب اللي عملوه لسبب وحيد، مشان يزودوا عدد النتوركس الموجودين بالعالم، كونه صار في عنا بتات عم بتروح للنتورك او عم بتروح للهوستس. خلونا نوضح الفكرة اكتر. لو فرضنا في عنا هذا الاي بي ادرس 192.168.0.1،
وارجع حكالك السبنت ماسك تبع هذا الاي بي ادرس هو 255.255.240.0. خلينا نشوف شو اللي صار عنا. اول شيء عنا نقطة التغير صارت هون، ملاحظين؟ يعني في عنا شيء جديد. خلينا نترجم هال 240 لصفار وحدات. بالبداية خلونا نكتب السبنت ماسك بالشكل التالي، القسم الاول والثاني رح نكتبه بشكل الدسيمال، بعدين رح نكتب بالباينري كونه هون صار في عنا تغيير 240. بس نجي نحللها ونحول من دسيمال لباينري رح تطلع معنا اربع وحدات، بعدين حتطلع معنا اربع اصفار، والقسم الاخير صفار. طب نجي نكتب الاي بي ادرس فوقه، كتبنا هون السبنت ماسك وهلا رح نكتب الاي بي ادرس. الاي بي ادرس هون 192.168. الصفر هذا خلينا نترجمه لباينري كونه فوق قسم السبنت ماسك اللي نحن حولناه لباينري، نحوله لاربع اصفار، كمان حيطلع اربع اصفار يعني 8 اصفار، والقسم الاخير نتركه مثل ما هو. مثل ما كن شايفين هون في عنا طريقتين للحل. الطريقة الاولى انه نمسك ونعمل هون الباوندري، فعليا هذا هو الحاجز الفاصل كونه هون الوحدات. اتفقنا الوحدات هن اللي رح يكونوا قسم النتورك، والاصفار مثل ما لكم شايفين رح يكونوا قسم الهوستس. طيب في عنا طريقة تانية للحساب. الطريقة التانية انك تعمل اندينج. كيف اندينج؟ طبعا نحن بنستخدم الاندينج هاي لنطلع النتورك اي بي. طبعا هاي الطريقة فينا نستخدمها بالامثلة الماضية، بس حبيت ورجيكم طريقتي الخاصة. طبعا انتو بتختاروا طريقة اللي بتكون اياها. نعمل اندينج بين الشغلتين اللي كتبت لكم اياها هون لنطلع شو النتورك اي دي. نعمل اندينج، نحن اتفقنا الاندينج متى ما كان في عنا صفر الرقم رح يتغير. هون في عنا 192.192 مجموعة معمل لها اندينج مع وحدات، بحيطلع الجواب نفسه 192. 168 معمل لها اندينج مع وحدات، كمان رح تطلع 168. نجي نترجم هون اصفار معمل لها مع وحدات كت. مثل ما لكم ملاحظين بهذا الاي بي ادرس صار في عنا هون قسم نتورك كونه مجموعة وحدات بالسبنت ماسك، وهذا هو قسم الهوستس. طيب شايفين كيف فصلنا السبنت ماسكس، فصلنا الاي بي ادرس من نص الاوكتت، يعني ما قدرنا نعرف الفصل وين صاير الا لما حولناه لباينري. طبعا طول ما انتم عم تتعاملوا مع الكلاسلس حتحولوا لباينري، طبعا هذا اكيد خبر سيء بس الله بيعينكم تتعودوا عليه. طبعا مو الشكل الوحيد للسبنت ماسك عنا انه يكون 240 فيه، ممكن يكون هيك 255.255.224. طيب شو معنات هال 224؟ لو بنجي نترجمها لباينري خلينا نشوف شو اللي بيصير معنا. بيطلع معنا 3 وحدات بعدين 5 اصفار. نفهم من هيك انه اول 3 بتات بهذا الاوكتت معمولين للنتورك والباقيين معمولين للهوستس. خليني ورجيكم امثلة مشان تقدروا تعرفوا كيف تنحل. في حال جاب لك سؤال بالامتحان قال لك الاي بي ادرس 192.15.32.16 وقال لك هذا الاي بي ادرس، ولاحظوا هلا بجيب لك بالسؤال بيقول لك هذا هو السبنت ماسك. كونه كلاسلس لازم الشركة او اللي سألك السؤال يقول لك كونه كلاسلس اللي سألك السؤال لازم يقول لك شو هو السبنت ماسك، وبيسألك كالتالي بيقول لك شو هو النتورك اي دي، وشو هو الفيرست هوست، شو هو اللاست هوست، وشو هو البرودكاست اي دي. خلينا نحله. اول شيء خلينا نرسم الجدول اللي علمتكم اياه اللي هو اكس واي، واتفقنا 0 0 0 1 1 0 1 1، واتفقنا القسم الاول منه للنتورك اي دي، الثاني للفيرست هوست، الثالث لللاست هوست، والرابع للبرودكاست اي دي.
طيب اول شيء بدنا نحدده شو هو، بدنا نحدد شو قسم النتورك وشو قسم الهوست. حنكتب الاي بي ادرس هون .15.32.16. طبعا لتسهلوا عليكم الحل اكتبوا الاي بي ادرس وبعدين اكتبوا تحته السبنت ماسك 255.255.240.0. طيب ملاحظين عنا هون في عنا مشكلة، شو بتساوي بهي الحالة؟ بترجع بتكتبوا الاي بي ادرس، بس لما توصلوا لمكان المشكلة خلونا نكتبها بالباينري، يعني لما نترجمها راح يطلع معنا الاي بي ادرس 192 decimal، كونه ما في مشكلة بالسبنت ماسك اللي تحته، 15 decimal كمان لانه ما في مشكلة بالسبنت ماسك اللي تحته، 32 بدنا نحولها لباينري. طبعا مثل ما علمتكم 32 بس تتحول لباينري راح تطلع معنا 0 0 1 0 0 0 0 وكمان 0.16 كمان بالدسمال. خلونا بس نحدد هذا الجدول مشان ما يصير في مشاكل. تاني شي بتساوي بتروح بتكتب السبنت ماسك تبعه تحته 255 ما في اي مشاكل .255 كمان ما في اي مشاكل 240. هلأ بدنا نترجمها للباينري، بس نترجم 240 رح تطلع معنا بالشكل التالي .0. مثل ما لكم شايفين تحدد عنا هون شو هو قسم النتورك وشو هو قسم الهوستس، وملاحظين كونه كلاسلس انقسم الاوكتت الثالث من نصه لا قسم للنتورك وقسم للهوستس. طبعا اول شيء حكيت لكم اياه بعد ما تحددوا النتورك والهوستس كل شيء بالهوستس بتصفروه، يعني هذا القسم بما فيه الاصفار اللي هون راح نصفره، يعني راح يصير معنا شكل الاي بي ادرس 192.15.0010.0000.60. واتفقنا هذا هو قسم النتورك وهذا هو قسم الهوستس. خلونا نحل على هذا الاساس. اول مطلوب اللي هو النتورك اي دي، واتفقنا حيكون كليات قسم الهوستس اصفار، يعني حنحط هون all zeros وهون راح نحط all zeros. كيف راح يطلع معنا شكل الاي بي ادرس؟ راح يطلع معنا 192.15 point. هذا لساتنا هون قسم النتورك، نرجع نكتبه بالباينري، بعدين all zeros يعني 8 اصفار هون بتكملت هذا الاوكتت، بعدين 8 اصفار هون. خلينا نترجم هاي من باينري لدسيمال وراح يطلع معنا الجواب 32.0 من هذا الطرف، وبوينت ال 15 راح ننزلها مثل ما هي، وال 192 راح ننزلها مثل ما هي. مثل ما لكم شايفين طلعنا اول مطلوب واللي هو النتورك اي دي، وطلع معنا الجواب 192.15.32.0. خلينا هلا نطلع المطلوب الثاني. المطلوب الثاني واللي هو الفيرست هوست، طبعا اكيد راح نغير بس بقسم الهوست اللي هو بهذا الطرف، بس خلينا هون نكتب نتورك اي دي مشان نتذكر انه هون حسبنا نتورك اي دي. نجي نحسب هلا الفيرست هوست، واتفقنا الفيرست هوست راح تكون مجموعة اصفار وبالنهاية حيكون في عنا واحد. خلينا نكتبهم 0000.0000001. طيب خلونا نشوف كيف شكل الاي بي ادرس راح يطلع 192.15.0010. بعدين حنبدأ بقسم الهوستس اللي راح يكون مثل ما لكم شايفين هون صفار وبالنهاية واحد، يعني صفار وبالنهاية واحد راح نحط. خلونا هلا نترجم هاي من باينري لدسيمال، راح يطلع معنا الجواب 192.15.32.1 مثل ما لكم شايفين هون، يعني راح يطلع معنا الجواب 192.15.32.1
15.32.1. خلونا هلا نحسب last host. لنحسب last host رح نطلع على الجدول، رح نشوف انه last host حيكون قسم ال hosts بالnetwork بالاي بي ادرس، راح يكون عبارة عن مجموعة الوحدات واخر بت راح يكون صفر، يعني راح يكون عنا 1111.1111110. هيك نقدر نطلع last host. طيب خلونا نترجمها هاي ونكتبها بال باينري بالاختلاط مع الدسمال اكيد، يعني حنكتب 192.15 بالدسمال، والقسم اللي فيه مشاكل رح نكتبه بالباينري، واللي هو رح ننسخ قسم النتورك هون مثل ما هو 0010، ولما نوصل لقسم الهوست رح نتبع هاي القاعدة اللي هي 1111.4 وحدات بعدين 3 وحدات وصفر. خلونا نترجم هاي ونشوف شو رح يطلع معنا الجواب. جواب رح يطلع معنا 192.15. بس نحول هاي مجموعة الباينريز لدسيمال رح يطلع معنا الرقم 47. Point بس نحول هدول كمان للدسيمال رح يطلع معنا 254. نقدر نفهم من هيك انه last host رح يطلع عنا 192.15.47.254. نجي هلا نحسب القسم الأخير واللي هو البرودكاست اي دي. لنحسب البرودكاست اي دي أكيد رح نطلع الجدول اللي رسمناه، واللي حيكون عبارة عن كل قسم الهوست رح يكون عبارة عن وحدات، يعني منحط 1111 بعدين 4 وحدات وكمان 4 وحدات مشان نطلع البرودكاست اي دي. خلونا نكتب الرسمة هون ونشوف كيف رح يطلع معنا شكل الاي بي ادرس 192.15، بعدين حيطلع معنا قسم النتورك رح نتلكه مثل ما هو اللي هو 0010، بعدين حنبدأ باللي رسمناه هون وهو عبارة عن 4 وحدات بعدين 8 وحدات. خلونا نحول هذا الرقم لدسيمال، حيطلع معنا الجواب 192.15 ونوقف. بعدين بس نحسب هذا الرقم رح يطلع معنا 47، وبس نحسب الأوكتت الأخير رح يطلع معنا 255، يعني الجواب حيطلع عنا 192.15.47.255 مثل ما لكم شايفين هون. خلونا هلا نشوف مثال تاني من نفس النمط. في حال جاب لك بالامتحان سؤال قال لك عندك الاي بي ادرس 80.90.161.50، وقال لك السبنت ماسك تبعه عنا 255.224.0.0، وقال لك احسب لي ال متطلبات المعتادة: النتورك اي دي، الفيرست هوست، اللاست هوست، والبرودكاست اي دي. خلينا نشوف كيف بدنا نحسب هدول. نجي نرسم الجدول اللي اكيد حفظتوه لحد هلا: 0 0 0 1 1 0 1 1، وحكينا نتورك اي دي، فيرست هوست، لاست هوست، والبرودكاست اي دي. طيب خلونا هلا نحلل الاي بي ادرس الموجود عنا. مثل ما كن شايفين هون المشكله بتتمركز بهي النقطه، يعني رح نحول هدول الجوز لباينري. خلونا نحولهم لباينري. اول شيء الاي بي ادرس رح نكتبه 80.90، بس نحولها رح تطلع معنا بالشكل التالي اللي هي 0 1 0 1 1 0 1 0. بعدين رح نكتب ال 161 بعدين ال 50. طيب خلونا هلا نكتب السبنت ماسك. السبنت ماسك رح يطلع معنا وحدات اللي هو 255 هون ما رح نغيره، بعدين 224 اللي هو عبارة عن 3 وحدات والباقي اصفار، بعدين
100 عفوا صفر، بعدين حيطلع صفر. مثل ما كن شايفين المشكلة عنا متمركزة بهذا القسم، يعني هون عنا قسم النتورك وهون عنا قسم الهوستس. طيب خلونا نبدأ بالحل بالسؤال، قسم النتورك وقسم الهوستس. مثل ما كن شايفين هون راح نرسم خط طويل بس لنقدر نحل. النتورك اي دي اتفقنا كل قسم الهوستس راح يصير اصفار، يعني عبارة عن 5 اصفار بعدين بوينت، ال 161 8 اصفار، والقسم ال 50 كمان راح تصير كلها اصفار. خلونا نحسب الاي بي ادرس كيف بيطلع شكله. 80.90.010، بس نحول هذا الرقم لديسيمال راح يطلع معنا 80.90.64.0.0. طبعا هاي التسعين ما بعرف من وين طلعت لنا، بس خلينا 80.90.80.64.00، يعني راح يطلع معنا الجواب للنتورك اي دي 80.64.0.0. خلينا نحسب هلا الفيرست هوست. الفيرست هوست قسم ال هوست راح يكون عنا عبارة عن مجموعة من الاصفار، وبالنهاية راح يكون عنا 1، واكيد قسم النتورك راح يضل مثل ما هو. طيب خلونا نحولها هاي لباينة لديسيمال، بس نحولها لديسيمال راح يطلع معنا الجواب 80.64، بس نحول هدول مع بعض راح يطلع معنا 64، والقسم الثالث راح يطلع معنا 0، والقسم الرابع حيطلع معنا 1. يعني الفيرست هوست راح يطلع 80.64.0.1. طيب خلونا نحسب اللاست هوست، واللي راح يكون هو عبارة عن مجموعة وحدات، وبالنهاية راح يكون في عنا 0، واكيد قسم النتورك ما راح يتغير. خلونا نحسبها وراح يطلع معنا الجواب 80.95.255.254. ملاحظين الارقام بلشت تطلع معقدة، بس طول ما لكم ماشيين على هذا الاسلوب ما بتعد تلاقوا اي مشاكل. يعني اللاست هوست راح يطلع عنا 80.95.255.254. نجي للقسم الاخير واللي هو البرودكاست، واكيد صرتوا بتعرفوا انه البرودكاست هو عبارة عن all ones، يعني كل قسم الهوست بدنا نحط وحدات، واكيد قسم النتورك راح يضل مثل ما هو، بس نجي نحولها هاي لديسيمال راح يطلع معنا 80.95.255.255. يعني الجواب راح يطلع 80.95.255.255. بتمنى تكونوا لحد هلا عم تفهموا الحكي اللي انا عم ساويه. طيب هلا بدنا نبدا بموضوع جديد واللي هو اسمه السبنتينج. السبنتينج فعليا بينكتب بالشكل التالي، وظيفته هلا رح نشوف شو بيساوي. فعليا السبنتينج لو فرضنا عنا النتورك بالشكل التالي، هي عملية تقسيم النتورك الموجودة عنا لأقسام أصغر بيقدروا يتعاملوا مع بعض. أكيد يعني الجهاز الموجود بالقسم هذا ممكن يحكي مع أي جهاز بأي قسم بدون مشاكل. طب خلونا نشوف بالضبط نحن شو استفدنا من السبنتينج. أول استفادة للسبنتينج رح يكون شيء اسمه Reduced Network Traffic. الجملة هاي معناتها تقليل حجم سيلان الداتا جوات النتورك. كيف نحن بدنا نقلل الداتا؟ فعليا لما نقسم النتورك لأحجام صغيرة النتورك بصير فيها كالتالي. نحن اتفقنا لما يكون في عنا مجموعة من الأجهزة شابكين على سويتش، أي جهاز بيحكي كل الأجهزة بيستقبلوا الداتا اللي حكاها.
طيب لو فرضنا في عنا نتورك بالشكل التالي، لو فرضنا هون في عنا سويتش موصول عليه مجموعة من الأجهزة، لو فرضنا 30 جهاز، وفي عنا كمان هون سويتش تاني، وفي عنا كمان هون 30 جهاز، وفي عنا هون سويتش ثالث، ومركب عليه مجموعة من الهوستس وعددهم 40 جهاز، وموصولين هالسويتشات مع بعض عن طريق سويتش بالنص. طيب شو اللي بصير عنا بالضبط هون؟ في حال جهاز A حكى، هذا الجهاز رح يستقبل اللي حكاه جهاز A، وهذا بنفس الوقت رح يستقبل، وهذا رح يستقبل، وكل الأجهزة اللي نتورك عنا، كل الأجهزة اللي بالنتورك رح تستقبل الكلام اللي حكاه A. فعليا بعتقد منطقيا حتى ما من المعقول انه نخلي جهاز A لما يحكي 100 جهاز يسمعه مشان يكون الحكي موجه لجهاز واحد فقط. ونحنا حكينا لما حكينا عن النتورك ديفايسز، حكينا انه لما نحط راوتر هون هذا الحكي رح ينحل، رح يصير عنا في شيء اسمه برودكاست دومينز، والحكي اللي بيحكيه A ما حيوصل الا لمجموعة الاجهزة اللي بنفس البرودكاست دومين اللي عنده. طيب بنفس الوقت مشان نخلي الراوتر ما يوصل البرودكاست بدنا نعمل شيء اسمه السبنتينج. السبنتينج فعليا هي ان احنا قسمنا النتورك لاقسام صغيرة. كيف؟ منحط لكل مجموعة اجهزة بنفس البرودكاست دومين منحط لهم شيء اسمه السبنت، او منسميهم سبنت. اللي منساويه بالضبط منغير جزء من قسم النتورك اللي عندهم. يعني لو فرضنا عن الاي بي ادرس هذا استخدمناه بالبرودكاست دومين هذا، لما نجي نعمل الاي بي ادرسينج هون نروح نحط الاي بي ادرس هذا، فعليا عندنا هذا هو قسم النتورك. ملاحظين انه غيرنا بقسم النتورك وبالتالي كوننا سبنتس. طبعا هلا راح تشوفوا كيف راح حل امثله عليهم. وبنحط بالبرودكاست دومين هذا بنحط الاي بي ادرس، او نستخدم هذا الاي بي ادرس طبعا بدايه من 1 وبينتهي ب 254 اكيد، ان كان بهذا البرودكاست دومين او بهذا البرودكاست او بهذا البرودكاست دومين. طيب خلونا هلا نرجع لميزات السبنتينج، غير انه بيعمل ريديوسينج للترافيك. طبعا كانوا السبنتينج بنقص لنا الترافيك اكيد بيعملنا اوبتمايز، يعني بيرفع النتورك بيرفورمانس، يعني بيرفع لنا فعاليه او قدرات الشبكه. ثالث ميزه عندنا موجوده بالسبنتينج واللي هي بسموها السمبليفايد مانجمنت، يعني بصير عنا من السهل جدا انه نقدر ندير الشبكة كاقسام صغيرة. رح نشوف هذا الحكي بالسمستر نمبر 2. فعليا فكرة السبنتينج كلها مرتكزة على اساس واحد، انه نقيم جزء من قسم الهوستس، نقلل عدد البتس اللي فيه وناخد منهم لقسم النتورك. خلونا نشوف كيف بتصير هاي الحركة. لو فرضنا جاءك مدير الشركة وحكى لك نحن شركتنا بالشكل التالي، وانا حابب اقسم الشركة لخمس مقاطع صغيرة بالشكل التالي، وحكى لك باستخدام الـ IP address 192.168.0.0 بدي اياك تعمل لي 5 subnets. خلونا نصير نشوف كيف بصير التعامل مع الـ IP address لنطلع هالـ 5 subnets. فعليا اول شي بنساوي بنروح نكتب شو هو الكلاس تبع الـ IP address، ومثل ما بتعرفوا هذا الـ IP address كونه بيبدأ من 192 من كلاس C. طيب الـ subnet mask تبعه 255.255.255.0
ملاحظين انه هو classful هلا، كمان شوي راح نشوف انه حيصير classless. طيب خلونا نكتب الـ IP address ونكتب تحته الـ subnet mask اللي موجودين عنا. مثل ما لكم شايفين هاي الـ IP address وهاي الـ subnet mask. نحن لنقدر نعمل subnetting بدنا نقسم هذا الـ IP address لخمس أقسام مختلفة بالشكل التالي. طبعا انتو بتعرفوا انه هذا قسم النتورك وهذا قسم الهوستس عنا. نحن بدنا ناخد مجموعة من البتات اللي موجودين بالهوستس ونحطهم بالنتورك. خلونا نشوف كيف. طيب نكتب هذا الرقم بالباينري، طبعا ال192 وال168 ما في عنا اي مشاكل فيهم. نجي نكتب القسمين التانيين بالاي بي ادرس، عنا 8 اصفار بالاوكتت الثالث وكمان 8 اصفار بالاوكتت الرابع. بالسبنت ماسك بيجي عنا بالشكل كالتالي 255.255.8 وحدات وكمان هون عنا في 8 اصفار. خلونا نشوف شو اللي حنساوي. اول شي بتطلع عليه بتقول كم سبنت انا بدي ساوي. اللي بدنا نساوي نحنا 5 subnets. طيب بنفس الوقت 5 subnets يعني بدنا 5 combinations. خدوها كل ما نطلع عدد السبنتس منروح منقول يعني بدنا نطلع 5 combinations بالباينري. طيب كيف بدنا نطلع 5 combinations؟ نحنا نعرف لما نستخدم 2 bit ال x وال y كنا نطلع 00 01 10 11. طيب لو نستخدم 3 bits x y و z نحسب عدد الكومبينيشنز تبعه 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 بعدين 0 0 1 1 بعدين في عنا 4 اصفار وبعدين 4 وحدات. كونه 3 bits حكينا 2 to the power 3 equal 8. لاحظين هون في عنا 8، يعني عدد السبنتس اللي ممكن نساويهم مو 5، فعليا فينا نساوي 8. هلا رح نختار ال 8 هاي، يعني قررنا بدنا ناخذ 3 bits من قسم الهوستس ونحطهم للنتورك. كيف؟ نجي نحسبها. حناخد كونه عنا هدول نحنا لقسم الهوست حناخد 3 bits ونساويهم للنتورك. طيب كيف بدنا ناخد 3 bits بكل بساطة ونساويهم للنتورك؟ بقلكن حولوا سبنت ماسك تبع هدول 3 bits عملوهم وحدات. طيب حتسألوني ليش ما اخدت 3 bits من هذا الطرف؟ نحنا اتفقنا السبنت ماسك لازم يكون عنا مجموعة من الوحدات بعدين مجموعة من الاصفار، مستحيل يرجع يتكرر وحدات بعد ما نبدأ بالاصفار. لو اخذت هدول الثري بيتس شو اللي حيصير عنا؟ حيصير عنا 1 1 1 1 1 بعدين مجموعة من الاصفار بعدين حيرجع عنا وحدات. هيك بقدر لكم انه طلعنا شو السبنت ماسك اللي حنستخدمه لنقدر نعمل سبنتينج. طيب خلونا نشوف كيف رح نعمل السبنتينج. حنحط 192.168. زيروز اكيد، وبعدين كمان هون رح نترك 3 bits للهوست، وبعدين حنقسم حيضل عنا في 5 bits للهوست، وعفوا هاي نتورك. طيب خلونا نكتب السبنت ماسك كيف رح يطلع شكله بعد ما عملنا او التعديل اللي عملناه واللي هو اضفنا 3 ones. السبنت ماسك رح يصير شكله كالتالي 255 اكيد رح يضل مثل ما هو، كمان 255 رح تضل مثل ما هي، وهون رح تصير 255 مثل ما هي كمان، واخر شي عنا 3 bits صار وحدات واللي هي 224. طيب هيك طلعنا شو هو السبنت ماسك اللي حنستخدمه لنقدر نطلع 5 سبنتس. طيب خلونا هلا نطلع النتورك اي دي تبع كل سبنت من هدول.
نجي نكتب الاي بي ادرس تبعنا واللي هو 192.168.0.0 والسبنت ماسك اللي هو 255.255.255.224 وعندنا المشكلة بهذا القسم. خلونا بس نفتح صفحة جديدة لورجيكم كيف رح نعمل سبنتينج. نرجع نعيد كتابة الاي بي ادرس بالباينري ما عدا القسم اللي ما في مشاكل واللي هو 192.168.0 وبالنهاية رح يكون في عنا 8 اصفار هون. نجي نحسب السبنت ماسك. السبنت ماسك رح تكون 255.255.255.111 بعدين 5 اصفار. خلينا نشوف شو اللي صار عنا. رجعنا للسؤال كلاسلس بدنا نحله. هذا هو قسم النتورك وهذا هو قسم الهوستس. طيب شو اللي بدنا نساوي هلا؟ نحن بدنا نطلع النتورك اي دي فور افري سبنت. طب كيف بدنا نطلع النتورك اي دي فور افري سبنت؟ نحن لنطلع كل شيء ان كان نتورك او برودكاست اي دي او لاست هوست او فيرست هوست كنا نغير بقسم الهوست. هلا لنقدر نطلع نتورك اي دي لسبنت جداد رح نغير هون. نحن بنعرف بالنتورك اي دي قسم الهوست رح يكون كله صفر، يعني هذا ما رح يتغير. بس شنو بده يتغير؟ بده يتغير القسم اللي هون. بدنا نطلع منهم 5 كومبينيشنز. خلونا نبدا بالحكي شو هي الكومبينيشنز الموجوده عندنا ل 3 بيتس واللي هن هدول. اول شيء عنا 0101 0101 0101 بعدين 0 2 0 2 بعدين في 4 اصفار وفي عنا 4 وحدات. خلينا ناخد اول 5 كومبينيشنز موجودة عنا. بدنا نكتب كالتالي الاي بي ادرس كل مرة بوحدة من هالكومبينيشنز. يعني اول مرة رح نكتب 192.168.0.000 اللي هن قسم النتورك واخذنا الاختيار الاول هون، وبعدين رح نكتب الباقيين قسم الهوستس زيروز كونا بدنا نطلع النتورك اي دي، ورح يطلع معنا الجواب 192.168.0.0. نجي نحسب الكومبينيشن الثاني. هون طلعنا سبنت نمبر 1، خلينا نطلع سبنت نمبر 2. حنكتب 192.168.0. بعدين 001 واكيد في حاجز هون، وبعدين 5 اصفار. طيب شو رح يطلع معنا النتورك اي دي؟ رح يطلع معنا 192.168.0.32. طيب خلينا نحسب السبنت الثالثه، حتطلع معنا 192.168.0 بعدين حناخد الكومبينيشن الثالث اللي هو 010 واكيد بقسم الهوست راح نحط 5 اصفار. خلينا نحسب شو راح تطلع. راح تطلع عنا 192.168.0.64. السبنت الرابعة راح تطلع 192.168.0 بعدين راح ناخد الكومبينيشن الرابع واللي هو 011 واكيد قسم الهوست راح يضل 0 كون عم نطلع النتورك اي دي، وحيطلع معنا الاي بي ادرس 192.168.0.96. خلينا نحسب السبنت الخامس والأخير وحيطلع معنا 192.168.0.100 بعدين قسم الهوست رح يضل اصفار، وبس نحوله رح يطلع معنا 192.168.0.128. شو اللي عملناه فعليا نحن؟ مو المدير حكالنا هاي هي النتورك واسمه لي 5 اقسام. القسم الاول منهم رح نعطيها الاي بي ادرسز بالنتورك اي دي هذا، يعني الاي بي ادرسز رح تكون تبدا كالتالي. نحن حكينا هون في عنا 3 بيتس للنتورك اكيد بالقسم الاخير، وبعدين الهوستس واللي هن 5 بيتس صحيح. يعني اول اي بي ادرس رح يكون عنا كالتالي، الهوست رح نحط فيه اصفار واخر شيء حنحط واحد، رح يطلع معنا
أول IP address بأول subnet 192.168.0.1. طبعا هذا رح نحطه على أول جهاز بأول subnet ورح نضل ماشيين لحد ما يطلع معنا L 4 أصفار وآخر شيء 1 لنوصل لعند last host. طبعا رح نضل ماشيين هيك مع انكم تتركوا ببالكم انه قسم النتورك بتكون تضلوا تحسبوه كونه بالسبنت الثانية رح يصير عنا الكمبينيشن 001. طبعا اللي بالعادة بيطلبوا منك بالامتحان بيعطيك السؤال مثل ما شفتوا قبل شوي كالتالي، بيعطيك الاي بي ادرس وبيروح بيقول لك عمل لي منه 5 سبنتس. طيب كيف بدك تعمل له منه 5 سبنتس؟ فعليا ما حتحل كل الحكي اللي عملناه نحن هون. هذا الحل اللي عملناه رح يكون لما تشتغل ان شاء الله بشي شركة. بالامتحان رح يقول لك الفايف سبنتس وحيقول لك عمل لي طلع لي شو هو السبنت ماسك ورح يطلع معك الجواب هذا. ممكن ببعض الاحيان يقول لك شو هو السبنت الثالثة اللي موجودة عندك وشو هو النتورك اي دي تبعها، بقى بدكم اكيد تكونوا تعرفوا كيف تحلوا هيك نمط من الاسئلة. خلونا هلا نشوف مثال تاني بس بنمط اصغر شوي. في حال جاب لك بالامتحان سؤال قال لك عندك الاي بي ادرس 80 90 161 70، وقال لك هذا الاي بي ادرس السبنت ماسك تبعه 255.255.255.0 ويجي حكى لك انا بدي اياك من هذا السبنت ماسك تطور لي اياه بطريقة ما وتخلي لي يسع عدد هوستس معين. فعليا هون ما له طالب منك سبنتس مثل المثال الماضي، طالب منك بده هوستس. يعني شو اللي بدنا نساوي؟ بدنا ناخد من قسم النتورك ونحطه بقسم الهوستس. كيف بده يصير هذا الحكي؟ في حال فرضنا طلب منك بالسؤال بدي النتورك هون توصلي 1048 يوزر، يعني كل سبنت راح يكون فيها 1048 يوزر. خلينا نشوف ال 1048 يوزر يعني كم كومبينيشن او كم بت بدهم لنقدر نعمل 1048 يوزر. بملاحظة صغيرة بدكم تراعوا انه لما نقول 2 اس 0 بيساوي عنا 1، هاي بدنا ننساها. شو اللي حنساوي؟ نحن بنحكي لما يكون عنا 2 bits بيطلع معنا كم combination؟ 4 combinations. طيب لما يكون عنا 3 bits بيطلع معنا كم combination؟ 8. لما يكون عنا 4 bits رح يطلع معنا 16. لما يكون عنا 5 bits رح يطلع معنا 32. لما يكون عنا 6 bits رح يطلع 64. انه بنقدر نوسع 64 combination ب 6 bits. لما يطلع عنا 7 bits رح يطلع 128 combination. طيب 8 bits 256 combination. طيب 9 bits 512 combination. طيب 10 bits رح يطلع معنا 1024 combination. طبعا لسه ما وصلنا احنا لعدد اليوزرز اللي طالبه، بدنا اكتر من او 1048 او اكثر يوزرز يساو بهذا السبنت اللي بدنا نعمله. 11 bits بيطلع معنا 2048، فعليا هو الاختيار المناسب ال 11. بس بدكم تراعوا شغله، نحن طلع معنا 4 combinations هون. طيب خلينا نشوف ال 2 bits شو الكومبينيشنز اللي بيعملوا لنا اياها. 00 01 10 11. طيب شو المشكله هون؟ نحن حكينا هدول عادي نستعملهم لهوست صحيح، بس هدول واحد برودكاست اي دي والتاني نتورك اي دي. فعليا كل واحد من هدول بس تحسبه بتقول 4 ناقص 2، يعني بيطلع عندك 2 combinations فعليا لليوزرز. 8 ناقص 2، 16 ناقص 2. حتى ال 2048 فعليا ما بيطلع معنا 2048، بيطلع معنا 2046 يوزر فينا نحط. اذا اتفقنا احنا بدنا نحط 11 بت. خلونا نعد كالتالي، نبلش من اليمين لليسار. اول شيء 8 بتات اكيد اللي هن هدول مسموحين لنا هون. بعدين بدنا ناخد من قسم النتورك ونحطهم كهوست، رح ناخد كمان 2 3 bits
ونحط هون الحاجز وبعدين خليه يكمل. طيب شو اللي صار عنا هون؟ السبنت ماسك قمنا منه، يعني السبنت ماسك كان عنا بالشكل التالي نحنا 255 point 255 point. نحنا هون غيرنا بالأكتت الثالث، يعني صار عنا 1111 بعدين 3 أصفار point 8 أصفار. حلو هالحكي؟ يعني نحنا لازم ناخد 11 بت نحطهم لقسم الهوستس. المطلوب منا هون نحنا بس نحسب شو السبنت ماسك اللي بدنا نستخدمه. طبعا هذا سؤال بيتكرر بالامتحان مثل ما لكم شايفين هون. خلونا نحسب السبنت ماسك قد ايه رح يطلع. رح يطلع معنا السبنت ماسك 255 point 255 point 248 point 0. فعليا هذا هو السبنت ماسك اللي طلع معنا. بعتقد ما في مشاكل بحساب عدد الكومبينيشنز اللي بدنا نستخدمه او شو عدد البتس اللي رح نستخدمها. كانوا انتو بتعرفوا معادلة 2 اس 2 بتساوي عدد الكومبينيشنز. بس شو اللي حيصير عنا هون؟ حنحسب 2 اس 2 ناقص 2. كانوا في عنا هون البرودكاست اي دي والنتورك اي دي، وبيطلع معنا الجواب. بتضلوا عم تحسبوا لحد ما توصل لرقم اكبر من عدد اليوزرز الموجود، وبتكون تلاحظوا انه يكون اكبر حتى بعد ما نقيم التو كومبينيشنز اللي هنا البرودكاست ونتورك اي دي. خلونا نجي هلا للموضوع الاخير واللي هو السيدر. السيدر فعليا هو اختصار ل كلاسلس انتر دومين راوتينج. خلونا نشوف السيدر شو اثر على الاي بي ادريسز اللي بنعرفهم. فعليا السيدر هو عبارة عن شيء مثل الفي ال اس ام اللي حكينا عنه قبل شوي، واتفقنا الفي ال اس ام اختصار ل فاريبل لينك سبنت ماسك. يعني لما يجينا سبنت ماسك مو بالشكل الطبيعي 255.255.240.0 هذا يعتبر VLSM. خلونا نحكي شو السيدر هلا. حيصير يجينا بالامتحان الاي بي ادرس بالشكل التالي 2 ما لكم ملاحظين الاي بي ادرس وبعدين في علامة التقسيم ورقم. طب هذا الرقم شو بيساوي؟ فعليا هذا الرقم هو اللي بدلنا على السبنت ماسك. طب كيف بدلنا على السبنت ماسك؟ مثل ما لكم شايفين 24 بتعني لنا كالتالي، يعني في عنا 24 bit for the network portion. يعني في عنا 24 bit لقسم النتورك. كيف يعني؟ نبدأ نعد وحدات مشان نعمل قسم النتورك. يعني في عنا 24 واحد بالسبنت ماسك. اول شيء في عنا 8 وحدات اكيد، وكمان في عنا 8 وحدات صرنا 16، كمان في عنا 8 وحدات وهيك صرنا 24. طيب عدينا 24 واحد واللي ضلوا شو بدنا نحطهم؟ بنحطهم اصفار. مثل ما لكم شايفين هون لو بنجي نترجمها من باينري لدسيمال راح يطلع معنا 255.255.255.0 واللي هو سبنت ماسك. فعليا ال 24 بتدلنا على هذا السبنت ماسك. خلونا نشوف كيف رح نحل الأسئلة اللي بتجينا عن طريق السيدر. في حال جاب لك بالامتحان سؤال كالتالي، جاب لك سؤال قال لك في عندك الـ IP address 192.168.0.10 وقال لك over 20 او خليها over 16. فعليا نحن بدون ما نشوف الـ over 16 نحن نعرف انه هذا عبارة عن class C صحيح، والسبنت ماسك تبعه هيك. طيب هذا الحكي هلا بدنا ننساه. اول ما نشوف سيدر
بدنا ننسى السبنت ماسك اللي نحن بنعرفه مبدئيا بشو هنستفيد فيه. وبعدين خلينا نحسب السبنت ماسك اللي جاي عن طريق السيدر. في عنا 16 واحد، يعني اول اوكتت من السبنت ماسك حيكون وحدات وتاني اوكتت حيكون وحدات. 8 زائد 8 16 واحد، وبعدين حيكونوا صفار. يعني في عنا لو منحوله لدسيمال رح يطلع معنا 255.255.0.0. طيب خلونا نحدد شو قسم النتورك وشو قسم الهوستس بالاي بي ادرس. 192.168.0.10 والسبنت ماسك تبعه اللي طلعناه من طريق سيدر 0.0.0. يعني عنا هذا الحكي، القسم او الاوكتت الاول والثاني للنتورك والاوكتت الثالث والرابع للهوستس. بعدين بنكمل الحل بالطريقه اللي نحن بنعرفها القديمه، لنطلع الفيرست هوست واللاست هوست والبرودكاست اي دي والنتورك اي دي بنفس الوقت. بس شو الفكره عنا صارت هون باستخدام ال16 طلعنا؟ طيب شو الفكره اللي صارت عنا هون باستخدام السيدر؟ طلعنا ال سبنت ماسك وبعدين حسبنا شو قسم النتورك وشو قسم الهوستس. طيب شو اللي انا حكيت لكم اياه هون؟ ليش قلت لكم خلوا الكلاس فول او الكلاسز اللي نحن نعرفهم شوي على جنب؟ خلينا نكتب الكلاس اللي نحن نعرفه واللي هو 255.255.255.0. طبعا هذا هو الكلاسلس، صحيح؟ نكتب السبنت ماسك اللي طلع معنا واللي هو 255.255.0.0. مثل ما لكم شايفين هون صار في اختلاف بين السيدر والكلاسلس. طيب شو بنقدر نعرف بهالحكي؟ فعليا شو اللي صار هو قام قسم من النتورك وحطه للهوستس مثل اللي كنا نساوي قبل شوي تماما، لنقدر نحل مشكلة عدد الهوستس اللي بدنا اياهم يسعوا بكل سبنت. بدكم تخلوا هاي الفكرة ببالكم. برجع بعيد، هو عمل هاي الحركة، عمل استخدم السيدر وطلع لنا سبنت ماسك جديد مشان كالتالي، قام من قسم الهوستس وحطه بالنتورك، او ممكن يساويه مثل ما عنا بالمثال يقيم من قسم النتورك يحط بالهوستس مشان يضيف او يزيد عدد اليوزرز الموجودين عنا بالكل سبنت. يعني عمل ماكسيمايز لل number of users. بقدر لكم هلا انه احنا خلصنا الموديول number 10 وبنفس الوقت خلصنا semester number 1، وان شاء الله بالفيديو الجاي راح نكمل طريقنا لشهادة CCNA بسمستر نمبر 2. بتمنى تكونوا بهذا السمستر استفدتوا بنفس الوقت استمتعتوا، وشكرا على حسن الاستماع.